Bonjour à tous, Anat Alpha TP, ترحب بكم من جديد في فيديو جديد. اليوم غادي نشوفوا صفحة 94 95 في الصفحة 96 من لو ليفر باركور فرونسي 3ème اني سيكل سكوندير كوليجيال. نبداو على بركة الله صفحة 94. دونك توجور سيكونس 6 ريديجي اون لتر اوفيرت. اكتيفيتي ليكتور 2 dégager des informations sur le réchauffement climatique. Un stichrage, معلومات حول l'inhibas الحراري أو التغيرات المناخية أو ارتفاع درجة حرارة الأرض. Je lis et je comprends. طبعا نقرأ ونفهم. طبعا هنا عطوني واحد document. Je lis silencieusement le document. طبعا R, réchauffement. Réchauffement كتعني انحباس حراري أو ارتفاع درجة الحرارة أو تغيرات المناخ. يعني هاد الوثيقة هادي عندها علاقة بالبيئة. Le réchauffement du climat يعني ارتفاع درجة حرارة الجو. طبعا هنا الغيبريك سي سيونس. طبعا هاد الدوكيمو هادي كتندرج في إطار لي سيونس. لي سيونس هما العلوم. دونك عندنا هنايا هذا لو تيتر. وطبعا عندي هنايا دي يعني الا بغينا نقولوا دي باراغراف ولا دي سو تيتر. يعني كل باراغراف عندها لو تيتر ديالها. وعندي هنايا في الوسط عندي واحد الصوره ديالاش ديال الكره الارضيه. طبعا عندي دي فلاش وعندي هنايا دي زيكسبليكاسيون. وطبعا هادي سي لو سولي يعني الشمس. دونك نقراو هاد الدوكيمو هادي نفهموها ومن بعد ندوزو لي كيستيون. دونك سي كونسيكونس. طبعا لو ريشوفمون دو كليما سي كونسيكونس. طبعا سي كونسيكونس يعني لي كونسيكونس ديال هاد الريشوفمون دو كليما. طبعا نبداو بال كونسيكونس الاولى اللي هي اون فونت دي غلاس. اون فونت دي غلاس كتعني ذوبان ثلوج. طبعا من بين النتائج ديال الريشوفمون دو كليما يعني الارتفاع درجة حرارة الجو هو ذوبان الثلوج. غنشرحو هاد ذوبان الثلوج كيف. او بول نور يعني او بول نور يعني القطب الشمالي. لا بونكيز لا طبعا لا بونكيز هي سلسله ديك الجبال اللي مصنوعه من الثلج او اللي مكونه من الثلج. طبعا لشده يعني انخفاض درجه الحراره في القطب الشمالي لان الكره الارضيه عندها قطبين. قطب شمالي بارد يعني جدا وقطب جنوبي ساخن جدا. ف peu à peu يعني غادا بشويه بشويه فوندر فوندر معناتها غادا تذوب. اون بورا الي اون باتو انا داك يمكن لينا نستطيعوا اننا نمشيو بالباتو دو باري من باريس ا طوكيو الى طوكيو او جابون. طبعا طوكيو كاينه في اليابان. اليابان كتواجد في القاره ازي ازي سيتادي القاره الاسيويه. اون باسون يعني غادي ندوزو عبر بار لو نور دو لا روسي. لا روسي يعني شمال روسيا. علاش؟ لان روسيا كتواجد يعني في هاد المنطقه هادي. طبعا عندها حدا كذلك لو جابون يعني اليابان. او بول سود يعني في القطب الجنوبي لي غلاس فون فوندر الوسي يعني فين ما كيتواجدوا لي غلاس يعني الثلوج غادي يذوبوا كذلك. لي كوت deviendront les côtes يعني السواحل deviendront سيصبحون habitable يعني قابلين ل يعني السكن. علاش؟ لان حاليا هم غير قابلين للسكن. علاش؟ لان درجات الحراره يا اما منخفضه بشكل كبير يعني اللي كيستحيل العيش تما كينيا. طبعا ملي غادي يوقع هذا الشيء هذا غادي تصبح habitable. habitable معناتها قابله للسكن. طبعا هاد لي مول اللي كيكونوا كومسا اللي كيساليو توجور بابل طبعا كيكونوا دي زادجكتيف. وهاد ابل كتعني قابله لي. دونك هنا ابيتابل قابله للسكن. لي جيزمون طبعا لي جيزمون هما دوك الثروات دوك الجبال دوك يعني دوك الكميه ديال لي ريسورس المصادر ديال لي مين ديال المعادن اي حاجه كاينه تما كيتسموا لي جيزمون. دو بترول طبعا ديال البترول vont pouvoir être exploités. يعني انا داك يتم كذلك تاهما الاستغلال ديالهم الاستعمال ديالهم. دونك utiliser يعني الاستعمال. les glaciers d'Europe vont disparaître
لي غلاسي دوروب، يعني الجو البارد ديال اوروبا غادي يختفي يعني شويه بشويه، اي لا نيج فا اتر دو بلوز اون بلوز رار، او الثلج غادي يصبح نادر. طبعا هنايا اون فونت دي غلاس يعني ذوبان الثلوج، وهذه ليكسبليكاسيون ديالها. وهاد اون فونت دو غلاس هي parmi les conséquences ديال الريشوفمون دو كليما. دونك اول كونسيكونس. ندوزو الكونسيكونس الثانيه، طبعا نحاولوا نمشيو كوم سا يعني وحده من اليمين وحده من اليسار. ان اغريكولتور بيرتوربي، طبعا اغريكولتور بيرتوربي، لاغريكولتور هي الفلاحه، بيرتوربي معناتها ديزيكيليبري. طبعا كنقولوا ديزيكيليبري يعني الفصول غادا تتغير، ما غاديش يبقى يجي فصل الربيع في الوقيته ديالو، فصل الصيف في الوقيته ديالو، الشتاء، الخريف، ما الى ذلك يعني. وان غادي يبقى شويه ديال يعني غادي كيف تنقولوا لو كليما اغريكولتور يعني ديال الفلاحه، يعني يقدروا بعض مثلا بعض المنتوجات ما تبقاش تعاود تنوض، او يقدروا يظهروا منتوجات جديده، يعني غادي يوقعوا تغيرات في الفلاحه. لو شونجمون كليماتيك يعني تغير المناخ فا بيرتوربي يعني غادي ديزيكيليبري، دونك بيرتوربي يعني غادي كيف تنقولوا غيختل التوازن. لاغريكولتور اون بورا فير دو فان اونسوي، يعني يمكن لينا نصايبوا لو فان. طبعا لو فان هو الخمر اللي كيتصايب من يعني من العنب. En Suède, Suède, yani في السويد. Et il n'y aura plus assez d'eau, ما غاديش يبقى تبقى كميه كبيره ديال الماء pour les cultures dans le sud de l'Europe. يعني ما غاديش يبقى واحد الكميه المياه كافيه بالنسبه لجنوب اوروبا. طبعا هذه الكونسيكونس الثانيه ديال ان اغريكولتور بيرتوربي هي parmi les conséquences ديالاش ديال لو ريشوفمون دو كليما. قلنا اولا ان فونت دي غلاس، ثانيا ان اغريكولتور بيرتوربي. غنشوفوا ثالثا دي تومبيت. دي تومبيت هي عواصف، عواصف. il y aura plus souvent des tempêtes en Europe de l'Ouest، يعني غادي يكونوا بزاف ديال العواصف في اوروبا الشرقيه. des inondations، طبعا inondation هي فيضانات، دونك هي parmi les conséquences ديال الريشوفمون دو كليما. des inondations les pluies يعني الامطار الشتاء plus fréquente يعني غادي تولي يعني plus fréquente c'est-à-dire غادي يولي تقدر مثلا ما بقاش واحد المده كبيره ولا واحد المده طويله عاد غتجي الشتاء، يبقى يعني الجو فيه واحد التقلبات، فيه واحد يعني بيرتورباسيون، واحد ديزيكيليب، تقدر شويه تصب يعني كيف تنقولوا الشتاء شويه الصيف شويه الخريف، يعني امور غادا تتغير بشكل يعني غير متوازن سور لوروب دو نور في اوروبا الشماليه او شمال اوروبا. فون كوزي غادي يدي وغادي يسبو، دونك كوزي يعني غادي يسبو باش دي ديزينونداسيون، ديزينونداسيون يعني فيضانات. طبعا توجور لي كونسيكونس ديال الريشوفمون دو كليما. طبعا بعد ما شفنا اون فونت دي غلاس، شفنا اون اغريكولتور بيرتوربي، شفنا دي تومبيت، وشفنا اوسي ديزينونداسيون، غادي نشوفو دابا دي زانسوندي. دونك لي زانسوندي يعني الحرائق. Les incendies de forêt vont se multiplier. يعني الحرائق ديال الغابات غادي يضاعفوا. Donc toute la zone tropicale يعني جميع المنطقة يعني الغابوية أو المنطقة النباتية et équatoriale. Équatoriale يعني الاستوائية. Les dernières forêts vierges risquent de disparaître. وطبعا بعض الغابات اللي هي يعني كيف تنقولوا ظهرت حديثا تقدر تختفي. علاش؟ لأن هذا الشيء هذا كله السبب ديالو هو الغشفمون دي كليما، وهادو بارمي طبعا لي كونسيكونس يعني النتائج. طبعا بعد ما شفنا لي فون دي غلاس، شفنا ان اغريكولتور بيرتوربي، شفنا دي تومبيت، شفنا دي زينونداسيون اي دي زانسوندي، ميتنون غنشوفو اون نوس دو نيفو دو لا مير. طبعا اون نوس دو نيفو دو لا مير معناتها ارتفاع في المستوى ديال البحر، يعني مستوى البحر معناتها المستوى المياه ديال البحر. لو نيفو دو لا مير يعني مستوى البحر montera montra يعني سيرتفع peut-être dans près de 1 متر يعني غادي يرتفع تقريبا متر ديال الماء d'ici à la fin du siècle يعني من هذا التاريخ هذا حتى لنهايه هذا القرن. toutes les zones basses يعني جميع المناطق المنخفضه près des côtes يعني اللي قريبه من السواحل. طبعا السواحل هي المناطق اللي كتفصل ما بين يعني اليابسه والبحر كيتسموا السواحل risque d'être inondé يعني انا ذاك الى ارتفع مستوى البحر
هاد المناطق هذه كتكون مهدده باش بلي زينونداسيون، يعني دي زينوندي سي انوندي، سي تادير غادي تحدث فيها فيضانات. دي زيل دي باسيفيك، دي زيل يعني جزر المحيط الهادئ، دي كاريب، دي كاريب يعني جزر الكاريبي، ديسباريتون، يقدروا يختفيوا. علاش؟ لان يعني كميه ديال المياه غادا تصبح كبيره، وهذوك الجزر طبعا غادي يغمرهم الماء. علاش؟ بسبب لو ريشوفمون دو كليما. نشوفوا اخر كونسيكونس ديال ريشوفمون دو كليما، دي زون ديزيرتيك. دي زون ديزيرتيك يعني غادي يصبحوا مناطق قاحله. ماشي نقولوا مناطق قاحله يعني فارغه، ديزيرتيك معناتها فيد، معناتها ما فيهاش السكان، معناتها ما فيهاش النباتات، معناتها ما فيهاش يعني مقومات ديال الحياه. De plus en plus de terres vont devenir stériles. طبعا شيئا فشيئا التربه او مناطق غادا تصبح ستيريل. ستيريل يعني عقيمه، يعني ما غاداش تنتج، ما غاداش تكون خصبه. اي سو ترانسفورمي اون ديزيرت، وغادي تحول انذاك الى صحراء. وطبعا هذا هو المعنى ديال كلمه صحراء، او معنى ديال كلمه يعني قاحله او لا ديزيرت، معناتها مقومات ديال الحياه فيها كتكون صعيبه. طبعا بعد ما شفنا هاد واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ديال لي كونسيكونس ديال ريشوفمون دو كليما، دابا غادي نشوفو نقراو لي سكون ابل لي كوز بوسيبل. لي كوز يعني الأسباب. هادو النتائج اللي قرينا في الأول، دابا غادي نشوفو الأسباب. شنو هما الأسباب ديال هاد الريشوفمون دو كليما، ونكملو كذلك لي كيسيون ديالنا. سي كوز بوسيبل يعني الاسباب ديالو الممكنه او ديالاش ديال لو ريشوفمون دو كليما. طبعا السبب الاول غادي نبداو من هنايا من اليسار، قبل غادي نقراو هاد الريزومي ولا هاد الريكاب ولا هاد لي دي جينيرال ديال لي كوز. لا كومبوزيسيون دو لير شونج ا كوز دي روجي دو غاز، يعني مكونات الهواء تغيرت بسبب يعني لي روجي. لي روجي دو غاز يعني دوك لا كيف تنقولوا العوادم، يعني كاع الاشياء اللي كترمى او اللي كيف تنقولوا اللي كت يعني اللي كتنتج فين في يعني ديال الغاز في الهواء، يعني جميع الدخان او اي مصادر ديال التلوث. اي دو فيمي، فيمي برودوي، فيمي يعني الدخان، برودوي يعني الناتجه عن بار لي ديفيرونت اكتيفيتي هيومان، يعني اللي نتجتها جميع الانشطه اللي كيقوم بها الانسان، يعني الصناعه، اي حاجه، اي حاجه فيها اي نشاط يعني كيديجاجي هاد لي غاز وهاد لي فيمي فاش في الهواء، طبعا هو السبب ديال هاد التلوث او السبب ديال هاد الغيشوفمون ديال لو كليما. دونك طبعا هاد دون كتعني من بينها طبعا هاد لي زاكتيفيتي ايما اللي هي السبب الرئيسي ديال يعني هاد لي روجي ديال الغاز وهاد لي فيمي فين في الهواء. من بين هاد لي زاكتيفيتي غنشوفوا لي زاكتيفيتي اللي هما لي كوز، سي كوز بوسيبل يعني هما كنقولوا الاسباب الرئيسيه او الممكنه ديال هاد لو ريشوفمون دو كليما. نبداو بالسبب الاول او لا لاكتيفيتي الاولى. طبعا حنا عطيني اربعه ديال لي زاكتيفيتي، الاولى لي ترونسبور، لاندستري، لي فيل ولا اغريكولتور. طبعا هادو سي لو بغينا نقولوا سي لو ريزومي، حنا نشوفوا ليكسبليكاسيون ديال لي ترونسبور. لي ترونسبور هما وسائل النقل. دونك نشرحوا هاد وسائل النقل كيفاش هي السبب ممكن ديال هاد الغيشوفمون دي كليما. اون بغولون ليسونس، طبعا ملي كنحرقوا ليسونس، طبعا ليسونس هو الوقود، الوقود نيسيسير يعني لازم بور غولي، يعني باش كيتحركوا العربات يعني السيارات ولا الدراجات الناريه ولا الحافلات ولا جميع لي ترونسبور، لي فواتور، لي كاميون، لي بوس اي لي افيون، يعني الطائرات ولا لي بوس ولا لي كاميون ولا لي فواتور، جميع لي ترونسبور، لي مويان دو ترونسبور، يعني وسائل النقل. روجيت يعني روجيت يعني كت دي غاز، روجيت دي غاز معناتها كتفرز لينا دي غاز، اي دي فيمي، دي فيمي يعني دخان. دونك اول سبب هما لي ترونسبور، كيفاش هو هاد الروجي ديال هاد لي غاز عن طريق هاد لي مويان دو ترونسبور. نشوفو كوز تاني، لاندستري. لاندستري وهي الصناعه، لي زوزين، طبعا لي زوزين هي المعامل، اي لي سنترال، لي سنترال يعني كذلك معامل، وهي معامل كبيره يعني ديال الشركات الكبار اللي كينتجوا يعني او كيدخلوا في هاد كيديروا سكون ابل لاندستري، يعني الصناعات الثقيله والصناعات اللي هي عندها علاقه بالانتاج المواد او تحويل بعض المواد، او يعني كيكونوا سبب فاش في هاد لو ريشوفمون دي كليما.
روجيت شاك جور يعني كيفرزوا ولا كينتجوا حتى هما شاك جور دي فيمي دخان اي دي غاز وغازات. طبعا الا شفتوا بعض الشركات كتشوفوا كتلقاو عندهم واحد بعض واحد لي تيوب واحد الانابيب كبار وكتلقى واحد الدخان كيخرج يعني كيتصاعد في السماء. هذاك من الاسباب ديال هاد التلوث او ديال هاد الغيشوفمون دي كليما ارتفاع درجات حراره الجو كي غيشوف لير. غيشوف لير معناتها كتسخن لير. كيفاش كتسخن لير؟ كيفاش كيسخن الهواء من كيتفرزوا هذوك الغازات وكيوقعوا تفاعلات. وهذوك التفاعلات يعني بحال تنقولوا لان الهواء فيه طبقات وهذوك الطبقات اش كيوقع ليهم بحال تنقولوا ما تيبقاوش لان الطبيعي ان الكره الارضيه دايرين بها غلافات اولا كيف تنقولوا دوك يعني كاين الغلاف الجوي وهذاك الغلاف الجوي بحال تنقولوا تيتمزق وما تيبقاش يعني قادر انه يبروتيجي الارض. هذاك الشيء علاش كتولي درجه الحراره فوق الكره الارضيه يعني مرتفعه بشكل كبير. ليفيل يعني المدن يعني كيفاش المدن سبب من اسباب ارتفاع درجه الجو. دونك اونو شوفون اون يوتيليزو طبعا عمليه التسخين وكذا مستعملين دي برودوي كيميك كيستعملوا يعني منتوجات كيميائيه دون نوتر في الحياه ديالنا دو تو لي جور نو برودويزون دي غاز اي دي فيمي كنصنعوا دي غاز وكنصنعوا دي فيمي. دونك دي فيمي يعني تاع الدخان. اخر اكتيفيتي اللي هي لاغريكولتور. لاغريكولتور هي الفلاحه افيك سي غرو تروبو دانيمو يعني القطعان من يعني الاغنام والحيوانات سي زونغري لي زونغري يعني دوك الاسمده اي لا سوبريسيون دي فوري وكذلك اجتثاث الغابات او اننا كنزولوا الغابات دي فوري. لاغريكولتور دوجوردي يعني الفلاحه ديال الان يعني في عصرنا هذه اي اوسي ريسبونسابل حتى هي مسؤوله du réchauffement du climat على ارتفاع درجات حرارة الجو. طبعا شفنا اولا 1 2 3 4 5 6 ديال لي كونسيكونس ديال الريشوفمون دو كليما وشفنا كذلك 7 ديال لي كونسيكونس باردون وشفنا 4 ديال لي كوز ديال هاد الريشوفمون. دابا ندوزو لي كيسيون. طبعا هنايا عندنا هنايا هذا سي mon quotidien.fr media image donc hadi c'est le lien ou le site ديال هاد نيت خدت هاد دوكيمون هادي. دونك سون دي انفورماسيون تقدروا تحتاجوا جونتور لا بون ريبونس يعني طلبوا مني انني ندور على الجواب الصحيح او الجواب الجيد. سو دوكيمون اي يعني هاد الوثيقه هادي اللي قرينا دابا هي واش ايميل ولا ان ارتيكل ولا املا. طبعا الجواب الصحيح سي ارتيكل يعني مقاله او لا عمود يعني هاد الامور كتعلق باش بالامور اللي هي ديال الصحافه. دونك هنا ان ارتيكل دو بريس ارتيكل دو بريس يعني مقاله صحفيه يعني اما كتكون في ان سيت اللي هو عنده علاقه بالصحافه او لا جورنال يعني الورقي دوك اليوميات او لا اسبوعيات او لا شهريات ما الى ذلك يعني ديال الصحف اللي كيتنشروا او لا اللي كتنقولوا اللي كيخرجوا بيريوديك. دو جو رولي اي جو كومبليت لو تابلو سويفون يعني نقرا ونكمل هذا التابلو. هذا تيتر دي دوكيمون طبعا العنوان ديال الدوكيمون le réchauffement du climat, source du document, le مصدر ديال الدوكيمنت, c'est site internet ou هذا. وهنايا la rubrique où il parle, la rubrique où هو يعني طبعا science, la rubrique où هي كيف تنقولوا الفقره او لا فاش كيندرج هاد الامور هذه يعني هاد الريشوفمون دي كليما كيندرج في اطار العلوم او الامور العلميه. طبعا بعد ما قرينا وشرحنا الصفحه 94 دونك شفنا اولا الدوكيمون لو تيتر وشفنا لي 7 conséquences où شفنا 4 ديال لي كوز ديال هاد الريشوفمون كليما وجاوبنا كذلك على هاد لو طابلو هاد لي كيسيون. دابا نشوفوا الصفحه 95. طبعا الصفحه 95 السؤال 3 جو رولي اي جو كومبليت اون ميتون اون كرو دون لا كاس كي كونفيان يعني غادي نعاود نقرا الدوكيمون ونوضع كروه علامه في الخانه المناسبه. اعطيني هنايا لي زانفورماسيون بريف او جو سي با. طبعا الانفورماسيون الاولى سات ارتيكل رونسين سور لي كوز دو ريشوفمون كليماتيك يعني هاد الارتيكل هادي فيها كتعلق او فيها المعلومات حول الاسباب ديال الريشوفمون كليماتيك. وي فري لافريك اي ريسبونسابل دو ريشوفمون كليماتيك افريقيا هي المسؤوله على الريشوفمون كليماتيك. نو فو لي تومبيت سورون دو بلوز اون بلو فريكونت يعني ان العواصف غادي يوليو شيئا فشيئا يعني كيحدثوا او لا كيوقعوا. دونك فري Le niveau de la mer va augmenter de 2 mètres d'ici la fin du siècle. يعني من هنا لنهاية هذا يعني القرن مستوى البحر سيرتفع بمترين يعني جوج الأمتار.
فو، لان في التكست او لا في الدوكيمون ذاكرين غير 1 متر. 4 Je mets une croix dans la case convenable et je justifie mes réponses par des énoncés du texte. يعني غادي نقرا هاد لي زانفورماسيون وغادي نجاوب فغي ولا فو وغادي نجيستيفي الجواب ديالي. طبعا نستخرج جمل من الوثيقه او لا من هاد التكست. اولا لي ترونسبور سون ريسبونسابل دو ريشوفمون كليماتيك. قالوا لي بان لي ترونسبور يعني وسائل النقل مسؤوله على هاد الريشوفمون كليماتيك. جيستيفيكاسيون طبعا سي فغي وي. الجيستيفيكاسيون كتبدا من اون بغيلون حتى لديفيمي. دو il y aura de plus en plus d'incendies. يعني غادي يكون من هنا الفصاعدين غادي يكثروا الحرائق. طبعا الجواب سي فغي. لي زانسوندي حتى ملتيبلي. طبعا ملتيبلي كتعني ستتضاعف. انا هنا فقط كنوضع الكلمات وانتم تكملوا من لو تيكست. لانفورماسيون 3 لا كومبوزيسيون دو لير شونج بار لي تومبيت. يعني التركيبه ديال الهواء غاد كتغير بسبب العواصف اي لي فولكون او البراكين. فو طبعا لا جيستيفيكاسيون قالوا لي لا كومبوزيسيون دو لير يعني كتغير او تغيرات باش بلي زاكتيفيتي هيومان. لي زاكتيفيتي هيومان يعني الانشطه البشريه اللي شفنا اربعه اللي هما الاسباب الرئيسيه او الممكنه ديال هاد لو ريشوفمون دو كليما. لاكتيفيتي اغريكول يعني الفلاحه ني با ريسبونسابل هي ما مسؤولاش على هاد الشونجمون كليماتيك على هاد التغيرات المناخيه. خطا لان فو. علاش؟ لان لاغريكولتور يعني اكتيفيتي من بين لي زاكتيفيتي الاسباب ديال هاد الريشوفمون دو كليما. Je retiens, pour présenter un phénomène écologique, يعني باش نقدم واحد الظاهرة بيئية, on doit, خاصنا, أو يجب علينا, أولا, définir le phénomène. يعني أول حاجة خاصنا نعرف هذا الفينومين. Définir, يعني نعطي واحد définition ديال هذا الفينومين. B, يعني deuxième, expliquer ses causes. نشرح الأسباب ديالها. يعني الأسباب ديال هذه الظاهرة. C'était ses effets. يعني نسرد أو لا ليستي يعني نذكر les effets. Les effets يعني التأثيرات ديالها أو لا les conséquences. Ou D mettre en avant l'importance de trouver des solutions pour ce phénomène. D رابعا أنني نتكلم على طرق وكيفاش نوجدوا حلول لهذه الظاهرة هذه. Donc je retiens. يعني ما يستفاد من هذا الدرس هذا من هذه الصفحة 94 95 96 هو انني دائما ملي نبغي نقدم ولا نتكلم على واحد الظاهره بيئيه تيخصني هاد الاربعه ديال المراحل ولا هاد الاربعه ديال لي زيتاب ولا هاد الاشياء يكونوا حاضرين. داكو؟ علاش؟ لانني انا امام واحد لاناليز امام واحد الا بغينا نقولوا ان سوجي اناليتيك. دونك تيخصني نعرفو تيخصني نهضر على لي كوز ديالو ونهضر على لي كونسيكونس ديالو ولا لي غوتومبي ولا لي زيفي ديالو ونهضر كذلك على لي سوليسيون. طبعا بعد ما شفنا جو روتيان نشوفو لا بارتي ديال جو مونطرين بور باسي لا باج 96 ان شاء الله. دونك جو مونطرين جو كومبليت لو شيما سويفون. طبعا هنا عطاوني واحد لو شيما هادي لو ريشوفمون كليماتيك عطاوني هنايا لي كوز عطاوني هنايا لي سي كونسيكونس. كيف كتلاحظوا هنايا وطبعا هنايا عطاوني واحد لورس هنا هز واحد لافيته مكتوب عليها ستوب يعني القطب كيف تنقول القطب الشمالي. القطب الشمالي معروف بهذا النوع ديال هاد الحيوانات هادي. داكو؟ دونك هاد الحيوانات هادي وهاد يعني هذا تهديد لهاد هاد لورس هذا هاد النوع هاد الكائن هاد الغصوص لانه هذا كائن حي. وطبعا حنا يعني بشر حنا كذلك كائنات حيه على هاد الكره الارضيه. دونك هنا لاحظوا مزيان انه جالس فقط فواحد يعني واحد لابارتي صغيره معنيت هاد الاشياء يعني الجوانب ديالها كلها دابت. وطبعا الا دابت هذا راه غادي يتهدد الحياه ديالو. دونك هنا يعطيونا لو ريشوفمون كليماتيك هنا يعطيونا لي كونسيكونس وهنا لي كوز. هنا عطاوني واحد جوج ثلاثه ديال لي كوز. طبعا هاد ثلاثه ديال لي كوز انا هنا دايرهم يعني بحروف ا معناتها هما لي زاكتيفيتي اللي هضرنا عليهم اللي هما لي ترونسبور لاندستري لي فيل و لاغريكولتور. بينما لي كونسيكونس دونك هما اللي دايرين بحرف بي يعني هما une fonte des glaces, une agriculture perturbée, des tempêtes, des inondations, une hausse du niveau de la mer et des incendies et enfin des zones désertiques.
طبعا يعني نديروا هذوك الجمل نكتبوهم هنا او هذوك العناوين ديال هاد شاك ريبريك. هنا غادي نديروا لي كونسيكونس وهنا غادي نديروا لي كوز. دو لي بروبليم بروفوكي باغ لو ريشوفمون كليماتيك، يعني المشاكل اللي نتجات انطلاقا من هاد ارتفاع درجه حراره الجو، اونتيل دي سوليسيون، واش في نظرك عندهم حلول؟ جوستيفي فوتر بوان دو فيو، وعلل الجواب ديالك او الراي ديالك. يعني انت كتلميذ ككائن حي يعني كيهمك الامر، لان هذا الامر هذا ديال لو ريشوفمون كليماتيك كيهم جميع الكائنات الحيه. بالنسبه لك يعني شنو الراي ديالك في هذا الريشوفمون كليماتيك؟ واش فعلا عنده حلول؟ طبعا انا نعطيكم هنايا يعني اون بروبوزيسيون ديال اون سوليسيون، مي شاكان يقدر يقول يعني اون سوليسيون ديالو. انا فقط هنا كنعطيك طريقه، كنعطيك لا ميثود كيفاش انك تجاوب او ما الى ذلك، مي الاجوبه الخاصه ديالك خاصه كتخصك نتايا كتلميذ. دونك كاقتراح وي يعني نعم، يعني هذا الريشوفمون كليماتيك عنده دي سوليسيون. شونجي لي سورس دينيرجي باغ اكزومبل، اننا نبدلو مصادر الطاقه، يعني كاين يعني بعض المصادر اللي كتكلف او اللي كيف نقولوا كتاثر على البيئه. دونك علاش ما نبدلوش؟ الا بدلنا هاد المصادر ديال الطاقه اللي كنستعملوها دونك نقدروا نقصوا، ونقدروا يكون حل من هاد بين هاد الحلول. دينيرجي فوسيل، طبعا كنقولوا دينيرجي فوسيل يعني الطاقات الاحفوريه اي بيترولير، بيترولير لان هي اللي كتلوث اكثريه البيئه. فيغ دي سورس دينيرجي رينوفلابل، نبدلوها في يعني مصادر طاقه متجدده بحال الشمسيه والهوائيه وما الى ذلك، والريحيه، ونستعملوا الامواج او يعني دي ميثود اخرين او لا دي سورس دينيرجي وحدين اخرين اللي ما يكونوش كيلوثوا البيئه. من بعد ما شفنا الصفحه 94 قرينا الدوكيمون، شفنا لي كوز لي كونسيكونس، جاوبنا على لي كيسيون دو لا كومبريونسيون، شفنا جوغوتي المراحل اللي يمكن يعني انني خصني نستعملها ضروري في فينومين في سوجي اناليتيك، وشفنا كذلك هذا لو شيما وجاوبنا على الراي ديالنا. دابا نشوفوا لا باج 96. طبعا الصفحه 96 جو ريانفيستي جو كومبليت لو تيكست سويفون بار، طبعا عطاوني هنايا واحد التيكست وهنايا عطاوني واحد الجمل وانا خصني نستعمل او خصني نكمل هاد لو تيكست. دونك هنا عطيني ا اللي هي لا بيرتورباسيون دو لاغريكولتور، لا بيرتورباسيون دونك سي لو فيرب بيرتوربي، معني تاع سي ديزيكيليبر، ديزيكيليبراسيون ديالاش ديال لاغريكولتور ديال الفلاحه. لاندستري الصناعه، لا ديزيرتيفيكاسيون، التصحر، طبعا التصحر يعني كتصبح المناطق صحراء قاحله غير قابله ل يعني الانتاج، و ان فينومين ظاهره، و لوغمونطاسيون دو لا طوم دو لا تمبيراتور دو غلوب، يعني ارتفاع درجة حرارة غلوب، غلوب هي الكرة الأرضية. لا سور كونسوماسيون دي زينيرجي، وكذلك الاستغلال أو الإفراط في الاستغلال ديال الطاقات. طبعا سور الكلمات في اللغة الفرنسية اللي كيبداو بسور غالبا تيكونوا عندهم دو جوج ديال، لأن سور سو سون دي سيفي دي بريفيكس، يكون عندهم جوج المعاني، إما كيعنيو شي حاجة اللي هي إكسي يعني كثرة الشيء أو الإفراط في الشيء، أو لا كيعني عامل مفاجأة. باغ إكزومبل مثلا كنقولو إن سوربريز، لا سوربروند، ولا سودام، دونك سون دي إكسبرسيون كوم سا. باغ كونتخ مثلا نقولو مثلا سور كونسوماسيون، سور إستيماسيون، دونك سون دي إكسبرسيون اللي كيعنيو الإفراط فيه. دونك نكملو لو تيكست ديالنا ونقراو ونشرحو ونحطو كل جملة أو كل عبارة في بلاصتها. لو غيشوفمون كليماتيك، ارتفاع درجة حرارة الجو، est un phénomène, طبعاً هو ظاهرة، طبعاً ظاهرة بيئية طبيعية، qui s'est accentué، accentué معناتها تزادت، ارتفعت، ضخمت، depuis la fin du siècle، منذ نهاية القرن، آخر القرن، il consiste، أو القرن الآخر، il consiste en l'augmentation، كتجلى أو كتظهر أو كتبان، فاش في l'augmentation de la température، ارتفاع درجة الحرارة، ses causes، الأسباب ديالها، sont multiples. طبعا الى لاحظوا معايا مزيان هنا هاد لو تيكست هذا، راه غادي نبداو غنشوفوا دوك المراحل اللي شفنا في جوغوتيان. دونك المراحل اللي شفنا في جوغوتيان اللي هي المرحله الاولى ديفينيسيون ديال الفينومين، المرحله الثانيه لي كوز، الثالثه لي كونسيكونس، والرابعه لي سوليوشن. دونك ها اولا ها لا ديفينيسيون، من بعد ها لي كوز. سي كوز سون ملتيبل، اون بو سيتي ا تيتر ديكزامبل، يمكن لينا نذكرو كمثال لاكتيفيتي اغريكول، يعني من بين الاسباب لاندستري، les moyens de transport et la surconsommation des énergies, ou كذلك استعمال الافراط فاش في الطاقه. طبعا هاد الجمل هادو خديناهم من هنا. سي كونسيكونس، طبعا هنايا قلنا الاولى، هنايا الثانيه،
هنايا الثالثة، هادو المراحل اللي شفنا في جوغوتيان. سي كونسيكونس، نتائج سون فاشوز، فاشوز يعني خايبة ما إلى ذلك، إي ديفاستاتريس، ديفاستاتريس معناتها كارثية. إي سو ريزوم أون، يعني كتلخص فاش، لا بيرتورباسيون دو لاجريكولتور، أولا يعني النشاط الفلاحي أو الدورة الفلاحية كتختل. La montée des océans, يعني ارتفاع مستوى البحار والمحيطات. La désertification, التصحر. Et la fréquence des intempéries. La fréquence des intempéries. Les intempéries, هما الأشياء اللي كتحدث فجأة. Les incendies, les inondations, qui تسموا intempéries. يعني أشياء ما كنتظروهاش، يعني أشياء طبيعية كتحدث راسها وفجأة. Ainsi, كذلك, le réchauffement climatique serait à l'origine, هو السبب d'un certain nombre de problèmes sociaux, par les problèmes sociaux, dont l'intensification de l'immigration, et la montée des conflits géopolitiques. Ou dans les cas, géopolitique, géographique, à cause des ressources naturelles, أغلبية الحروب كيكون عنده علاقة باش بالغصوص بالمصادر والطاقة بالمعادن بالأمور اللي هي أساسية. En conséquence, tous les pays du monde devront se donner la main pour résoudre ce fléau. يعني في هذه الجملة الأخرى معنى ديالو أن جميع البلدان في هذا العالم خاصهم يديروا اليد في اليد باش يوصلوا إلى حلول هذا السفليو. كلمة سفلي فليو سي سينونيم ديال فينومين اللي هي الظاهرة ديال الغشوفمون كليماتي. طبعا إلا بغينا نقولوا هنا شفنا المراحل الأربعة اللي شفنا في جوغوتيان، اللي هي الاولى ديفينير الفينومين، الثانيه لي كوز، الثالثه لي كونسيكونس ولا لي زيفي ولا لي روتومبي، والرابعه كذلك سي لي سوليوشن، البحث عن لي سوليوشن. من بعد ما شفنا جو ريانفيستي نشوفوا اخر فقره وهي جو ميفالي. يعني الا فهمت مزيان هاد الصفحه او فهمت هاد لاكتيفيتي ولا هاد النشاط صفحه 94 95 96 في الاخير غادي نكون انا قادر على اولا ابخي طبعا ابخي افوار لي لي تيكست سور لافيرونمون جو بو دير سي، يعني بعد ما قريت هاد النصوص حول يعني البيئه هنا عطيني كريتير ديفالياسيون وي نو. طبعا هذا طابلو سي سون دي شوز اللي هي عاديه، وسي لي فالياسيون هي اخر فقره واخر يعني سيكونس تي خصنا ضروري تكون عندنا واحد لي فالياسيون باش نشوفوا لي كونيسونس ونشوفوا شنو تعلمنا من هذا الدرس. دونك اولا جو سي روبيري دي انفورماسيون دون ان ارتيكل دو بريس، يعني انا بعد ما خدمت صفحه 94 95 96 اللي حنا دابا كنخدموا فيها بيان سيو، دونك خصني نتعلم نجبد ونعرف المعلومات اللي عندها علاقه بارتيكل دو بريس. وي جو سي ايدنتيفي لي زيليمون كي كومبوز لارتيكل، يعني ملي نقرا واحد لارتيكل نعرف شنو شمن غيبريك كتنتمي، شنو يعني الفقرات ديالها ما الى ذلك، يعني نعرف نديشيفريها، نعرف نحللها ونعرف نفهمها ونقراها ونفهم شنو داخل، يعني نفسرها كيف تنقولوا. ثالثا جو بو كلاسي لي زانفورماسيون رولفي، يمكن لي نرتب هذوك المعلومات اللي خديت اولا اللي كاينين في هذيك لارتيكل دو بريس، معناتها هذه اسباب، هذه نتائج، هذه حلول، هذه اراء، هذه حجج، هذه امثله، دونك نعرف ننظم الامور ديالي. ورابعا جو بو سيزير لو بوت ريشيرشي بار لارتيكل، يعني في الاخير نقدر نقول او نعبر على الهدف من يعني وراء هذا لارتيكل هذا. لماذا؟ لان اي عمل ادبي يعني كتابه ارتيكل أغنية مسرحية أو أي شيء من هذا القبيل كيكون عنده هدف، كيكون عنده فيز اللي هو الغرض كامل سي أننا نحافظه بيان سيغ على البيئة. طبعا نتمنى هذا الفيديو هذا يساعدكم، ميرسي يا تري بيانتو في فيديو قادم إن شاء الله، معلومات جديدة وصفحات جديدة.